السلام عليكم. اليوم رانا في ولاية بجاية وهذه ثانوية جديدة تعزز بها الولاية والتي تقع في بلدية برباشا تاع الهند. وكيكون يعني المحيط نتاع الثانوية يكون او المدرسة او اي مؤسسة تعليمية كيكون محيط مريح ومحفز، هذا يساعد على الاستيعاب تاع الطلبة. وهذا نشوف انه المدرسة هذه تلبي هذا الجانب. نترككم في رعاية الله وحفظه، ومع نهاية هذا الفيديو والسلام عليكم. Thank you.